من الدول العربيه والدول ومصر لمناقشه جاده في كيفيه الشراكه والتعاون مع بعض في تنفيذ المشروعات العملاقه والكبرى اللي بتتنفذ سواء في مصر او في الدول العربيه. وده يهمنا جدا جدا كدوله النهارده في مصر ان يتم هذه النوعيه من الشراكات والاتحادات، لانها بتقوي اواصر التعاون ما بين الدول العربيه وبعضها البعض في هذه الفتره الاستثنائيه اللي كلنا عارفين بتمر بيها منطقتنا العربيه. مش عايز اطول حضراتكم وبعتذر لان انا طبعا عندي ارتباط اجتماع مجلس الوزراء، ولكن مره اخرى انا بشكر حضراتكم على اهتمامكم وحضوركم معانا في هذا المؤتمر الجاد، واتمنى ليكم كل الخير والتقدم والرخاء. شكرا. معالي الوزير، يمكن وقت حضرتك تسمع بسؤالين فقط باختصار.